الست تحية مش الست الوحيدة اللي حبها وارتبط بيها الشيخ التوني، لأن علاقته بالسيدة زينب رضي الله عنها كانت كمان علاقة خاصة. في حرم السيدة أو الملكة زي ما كان بيحب يسميها، شاف وسمع الشيخ مصطفى إسماعيل، وفي نفس المكان جت مخصوص كوكب الشرق أم كلثوم وهي متخفية عشان تسمع الشيخ التوني. ويمكن ده السبب اللي خلى الشيخ التوني حريص على المديح في مولد السيدة طول حياته، العادة اللي بيحاول يحافظ عليها أولاده لحد النهاردة.